بالنسبة للتاريخ طبعا هناك كتب كثيرة، ولكن ربما الآن يحضرني ككتاب للمتقدمين كتاب يعني ميسر وليس بطويل، فيه أيضا سيرة الخلفاء، يعني فهو للسيوطي في سيرة الخلفاء خصوصا يعني. أما للمعاصرون فالكتابات كثيرة، لعل من أجمعها ومن أيسرها في ظني يعني، وإن كانت طويلة ولكن الأسلوب العصري البسيط يعني السهل، ما كتبه الشيخ محمود شاكر رحمه الله، وإن كان طويلا لكن إذا أراد الإنسان أن يقرأ مراحل معينة أو تاريخ دولة معينة وكذا فأسلوبه سهل جدا وميسر يعني، ويلائم العصر الحاضر يعني. أيضا كتب الدكتور علي الصلابي فيها جهد طيب ومشكور، وميزتها أنها تجمع لك يعني عشرات المراجع في الحادثة أو في الفترة التاريخية، أيضا هي مرجع سهل وبسيط وجهد يعني مشكور. أما بالنسبة للمدونة فلا شك أن يعني الجهد الذي بذله سماحة المفتي وفقه الله جهد يعني ضخم، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، لا سيما كما أشار الأخ السائل الطبعة الجديدة التي ذكر فيها في الهامش المذاهب الثلاثة الأخرى، والاستدلال كل فريق بطريقة سهلة ومختصرة وخلاصة الاستدلال، وقد حرص الشيخ بارك الله فيه على تسهيل الأسلوب، ولو أراد الإنسان المبتدئ أن يدخل على مراجع الفقه المالكي مثلا القديمة لكان الأمر صعبا جدا على المبتدئ، لا سيما على المبتدئ، ولكن المدونة الحقيقة سهلت وذللت هذه العقبة للمبتدئين، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك.